أسعد الله مساءكم مشاهدينا، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المنوع مراسلون، ومع مواضيع مميزة عددناها لكم من مختلف بلدان العالم. تحتضن العاصمة السعودية الرياض جملة من الأسواق التي لا زالت تحافظ على طرازها المعماري القديم وبضائعها الشعبية التقليدية القديمة رغم التطور الكبير الذي شهدته المدينة والتنافس في تشييد المولات الحديثة الفخمة، وتعد تلك الأسواق وجهة سياحية لزائري العاصمة السعودية إضافة إلى تمسك أهلها بالتسوق منها إلى جانب تلك الأسواق الحديثة. التفاصيل مع مراسلنا من الرياض سامي الحمود الذي تجول في العديد من تلك الأسواق الشعبية. الأسواق الشعبية القديمة في الرياض هي أكثر الأسواق شهرة في المدينة، فهي ذات تراث حي يجري في عروق المدينة وأهلها، وتعتبر الوجهة الأولى التي يذهب إليها سكان المدينة وزائروها حينما يفكرون في التسوق العائلي، ومنها أسواق المعقلية، وهي إحدى أشهر الأسواق الشعبية في الرياض المتخصصة في الذهب والملابس والعطور والبخور والأقمشة. الإقبال على الأسواق الشعبية يعتبر جيد إلى الآن، وما زالت متمسكة بأصالتها وعراقتها. لاحظ طبعا كثير من الناس يرتاد الأسواق الشعبية لاقتناء مثلا المستلزمات الرجالية، العطور، البخور، بحيث أنها مركز للحاجات هذه. وأحيانا ترى زيارة الأسواق الشعبية ليست بمجرد التسوق تماما، احيانا مثلا تكون لنزهه لاسترجاع الماضي، خصوصا اللي عندهم كبار سن او اللي يحن الايام الماضي، لانها ما زالت ماسكه رونقها وتراثي الجميل اللي ذكرنا بالايام الجميله السابقه. اما سوق الزل والذي يقع وسط المدينه القديمه بالرياض فهو من اقدم الاسواق الشعبيه، وهو سوق تراثي يعود الى عام 1901 للميلاد، ويشكل جزءا هاما من تاريخ المدينة وتراثها ويعكس ماضيها العريق. سوق الزل سوق تراثي قديم يذكرنا بالأجداد والآباء زمان، وسوق شعبي تراثي. أكثر شيء يميزه الأشياء القديمة، والعالم صارت تقتني الأشياء القديمة، والإقبال عليه بشكل أكثر صراحة يوم الجمعة. يوم الجمعة يأتي الجلابة إلى السوق، الكل يأتي بالأشياء القديمة سواء بايع أو شاري، العالم تشتري يعني أغلب شيء الجمعة. أما شارع السويلم والذي يقع على طريق الملك فهد بالرياض فهو من الأسواق الشهيرة في المدينة ببيع ألعاب الأطفال والإكسسوارات ومستلزمات الهدايا بمختلف أنواعها وأدوات التجميل. شارع السويلم من الشوارع التراثية في الرياض، يشتهر بال يعني هو سوق شعبي، عبارة عن سوق شعبي، عطورات، ألعاب أطفال، مستلزمات نسائية رجالية، يعني صراحة من الشوارع المميزة اللي دائما نعتاد في زيارتها. مركز السويق التجاري يمتاز بتصميمه المعماري الفريد والأنيق لكي يتماشى مع المنطقة الراقية التي يقع فيها، كونه جزءا من قصر الحكم، ويحتوي على أكثر من 260 محلاً تجارياً متنوعاً. يعتبر مركز سوق سويقة التجاري أقدم سوق بمنطقة الرياض، وعمره يتجاوز 35 سنة. طبعاً يتواجد فيه أكثر من حوالي 300 محل تجاري. ومن تلك الأسواق الشعبية في الرياض شارع الثميري الذي يشتهر بالحرف اليدوية الأصيلة والتي تم توارثها عبر الأجيال، ويمتاز بموقعه جنوب قصر المصمك وقيمته التراثية القديمة، حيث أواني القهوة والخناجر والمجوهرات الفضية والسجاد والمفروشات اليدوية. السوق الثميري من أفضل الأسواق القديمة، ولا زال من أفضل الأسواق كمستلزمات رجالية أو نسائية أو موقعه أو زحمته بالناس، يعني مستحيل يجي عيد ما تلقى كل الرجال موجودين هنا. يتميز بجميع المستلزمات، يعني من عود، من ملابس داخلية، من شمر، من جميع المستلزمات اللي يحتاجها كأي شخص يجي هنا. ولا يزال في المناسبات يعني أكثر مكان ممكن يجي الواحد فيه سوق الثميري، ما حد يقدر يستغنى عن المكان هذا. أما سوق أوشيقر
فيشتهر بمحلات العطارة والحلويات الشرقية ومحلات الحقائب والعطور والساعات وملابس السيدات والأطفال. ومن أقدم شوارع الرياض بأكملها شارع الوزير، للتاريخ والتراث العتيق، لا سيما بطراز بناياته القديمة ومحلاته الفريدة ببضائعه ومقتنياته. تمتاز الأسواق الشعبية بالرياض بحكاياتها وقصص عمارها منذ نشأتها، وتجتهد أمانة المدينة في المحافظة على طرازها المعماري وتاريخها القديم. لبرنامج مراسلون، سامي الحمود، الرياض. ومن العاصمة السعودية إلى فرنسا، حيث مع بدايات الصيف استقبلت باريس مهرجان طريف من نوعه، وهو مهرجان الطائرة الورقية والرياح، حيث يتجمهر الناس حول هذه الهواية الطفولية ويعيدون من خلالها ذكريات طفولتهم. تحت سماء شبه غائمة وجو بارد ورياح قوية، أقيم مهرجان الطائرات الورقية السنوي 33 في مدينة بيرك سورمير في شمال فرنسا، تحت رعاية بلدية بيرك سورمير وبحضور سفير دولة الكويت في فرنسا سامي سليمان، حيث اجتمعت مئات الجمعيات والنوادي الرياضية المختصة بهذه الرياضة الجميلة لمدة 10 أيام للعودة إلى الطفولة ومشاهدة أجمل التصميمات الملونة والمختلفة من الطائرات الورقية، ما بين كائنات بحرية وورود وشخصيات كرتونية لتحلق فوق المشاركين والزوار، حيث يتحول شاطئ بيرك سورمير إلى مدينة من بلاد الأحلام. جيرارد كليمون المدير الفني للمهرجان وفي مقابلة لتلفزيون الكويت عبر عن حبه لهذه الهواية، حيث وصفها بالحلم، لأن خلال هذه الأيام يتوقف الزمن ويسترجع كل زائر طفولته بكل تفاصيلها الجميلة. وأضاف كليمون: ممارسة رياضة الطائرة الورقية هي لحظات مليئة بالإبداع والفن ومخصصة لجميع الأجيال والأعمار، حيث تمتص حواسنا مشاعر مختلفة مليئة بالراحة النفسية والسعادة والفرح عندما تطير طائرة وتحلق أمامنا. Le cerf-volant, il y a un côté magique, c'est évident parce que ça rappelle toujours l'enfance. الطائرات الورقية تمثل بالنسبة لي عالم الأحلام، ولأنها ترتبط بالطفولة، وعندما تكون طفلا الطائرة الورقية كانت جزء من حياتك. السحر يبدأ في طريقة صنع الطائرة، وعملية خلقها تتطلب صبر وعاطفة تجاه هذه الهواية، والجميل في الأمر هو اللون الأزرق لطائرة الفارس الكويتية الورقية، وتعتبر أكبر طائرة ورقية في العالم، وهناك طائرة ورقية أخرى تابعة للكويت ومثلت الكويت في دورات أخرى، وهذا شيء جميل جدا جدا. لمدة 14 سنة التزم فريق الفارس الكويتي للطائرة الورقية بالقدوم إلى هذا المهرجان، والذي وصفه رئيس النادي عبد الرحمن الفارسي بأهم المهرجانات الأوروبية من نوعه، حيث علق بأن الكويت نجحت في وضع بصمة كبيرة على مدار السنوات الماضية وخلق جو من الفرح والسعادة على جماهير المهرجان. وهذه السنة اختار الفريق الكويتي إطلاق طائرة ورقية على شكل كائن حيواني بحري، وهذا يعكس بيئة الكويت البحرية، وبلونه الأزرق ومساحته التي وصلت إلى 1500 متر استطاع الفريق الكويتي وبإرشاد الفارسي وتعاون غير مسبوق وطاقة إيجابية لإطلاقه في سماء بيرك سورمير، حيث كانت ردة فعل الجمهور والذي وصل آلاف إيجابية وقوبل بتصفيق حاد. هي الأمانة أنا دشيت فيها، أنا هديت طيارة كانت صغيرة، مساحتها يمكن ربع متر مربع، صغيرونة مثلثة محركة الحركية، فأنا أول مرة أشوفها، أنه ليش هالطيارة يعني تتحرك يمين ويسار، مو الطيارات اللي عارفة اربطها بس بخيط وطيريها. فبس هذه كانت النقطة على أساس إن هي اللي دششتني، خل أقول لين الطيارات. بعدين مثل ما قلت لك، يعني شفت أنت المهرجانات وأنتوا صورتوها أكيد هني، المهرجانات والناس واليمعة يعني الجو مالها مو بسهولة. هي هواية أيضا، ميزتها هي أيضا كهواية أنها هواية، أنت ما تسوي بس حق روحك، أنت ممكن ترسم بروحك، ممكن تعزف موسيقى بروحك، بس هني تطير لا ما يصير بروحك. إحنا استأنسنا بالتطير هني بالأرينا هذه،
وبالدرجة الأولى كانت طيارتنا هي توب وهي اللي سعينا شانها والأمانة طارت بشكل جيد استمتعنا فيها وهذا كان شيء باسم الكويت الأمانة ويفرحنا كلنا الحمد لله كان كل شيء تمام وعدت الأمور كلها على خير إن شاء الله. الجميل في الأمر عندما تطأ قدماك في قلب طائرة ورقية كويتية تجد نفسك قد خرجت من الواقع وعدت بالزمن إلى الوراء إلى أيام الطفولة حيث ساعدت الرياح في خلق جو حالم داخل هذه الطائرة تجعلك تود ولو أن تطير بك إلى مكانك المفضل. كانت معكم فرح الهاشم تلفزيون دولة الكويت في بيرك سورمير من أمام أحد الطائرات الورقية الكويتية. تعد محافظة الدرعية من أهم وأبرز المحافظات السعودية لما تمثله من إرث تاريخي وحضاري في تاريخ قيام الدولة السعودية، ولذا حظيت الدرعية وأحياؤها باهتمام عمراني لدى الجهات الرسمية المعنية بحفظ التراث السعودي. ومن أبرز أحياء الدرعية حي البجاري الذي أصبح وجهة للمتنزهين من داخل المملكة وخارجها. تفاصيل هذا التراث والتاريخ مع مراسلنا من الرياض. محافظة الدرعية تقع في إقليم عارض اليمامة التاريخي جنوب هضبة نجد، وتتبع إداريا منطقة الرياض، وتمثل الدرعية رمزا وطنيا بارزا في تاريخ المملكة العربية السعودية، فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى وكانت عاصمة لها. ويعد برنامج تطوير الدرعية التاريخية أحد مشاريع التطوير الاستراتيجي المشتملة على عدة محاور تتوزع بين التخطيط الحضري وأعمال التطوير العمراني وتوفير الساحات والميادين والحدائق العامة. ومن أهم المعالم التاريخية في محافظة الدرعية حي البجيري الذي يتسم بقيمته الثقافية وموقعه الاستراتيجي مقابل حي الطريف، وتتوسطه ساحة كبيرة تزدهر بالحياة الصاخبة، تنتشر على أطرافها عدة محال تجارية مبنية على نسق حديث كون الممرات رصفت بالحجر الطبيعي. حي البجيري حي تاريخي وحي قديم وحي تراثي في نفس الوقت طورته الدولة السعودية، ولا زال التطوير جاري حتى الآن. فيه إحياء للتراث وفيه نزهة لجميع الأسر. كنت أسمع عن حي البجيري يعني من ناحية التراث، الأشياء الطبيعية، الأشياء الحلوة يعني خلابة بالنسبة لي. فهذا أول زيارة بالنسبة لي في منطقة الرياض هو هذا اليوم، فجيت الحي الفجيري ولاحظت أشياء يعني ما كنت متوقع تكون موجودة فيه، يعني مثل التراث، الأشياء القديمة، الأشياء الخلابة، الزراعة، المحلات، السياحة فيه صراحة بتطور. ويتوسط حي البجيري جسر محمد بن عبد الوهاب المخصص للمشاة الذي ينقل الزوار إلى الضفة الغربية من وادي حنيفة، والذي تتربع على سفحه الدرعية التاريخية وشواهد أطلال قصر سلوى، ويضم الآن مساجد ومباني تراثية وحدائق وساحات بمطاعم ومحلات تجارية تراثية وحديثة. حي البجيري من الأحياء القديمة في مدينة الرياض، تم تطويره حديثاً وهو الآن يعتبر متنفس للعوائل، والحمد لله كل شيء متوفر فيه، والآن بإمكانك تطلع على الدرعية القديمة. حي البجيري جميل، في أماكنه طبيعية ممتاز، في أشجار. يمثل منتزه الدرعية وادي حنيفة عنصر ربط بين حي الطريف وحي البجيري ومتنفسا ترفيهيا لزوار الدرعية التاريخية، الأمر الذي يضع حي البجيري في مصاف المدن التراثية العالمية التي تستند على مقومات تاريخية وبيئية. لبرنامج مراسلون، سامي الحمود، الرياض.
يسد جوع الفقير ويشتهيه الغني ولا ينساه الأجنبي، هكذا يقال عن طبق الكشري المصري والمتابع على عرش الأطعمة الشعبية المصرية. لمزيد من التفاصيل مع مراسلنا من القاهرة. طبق شعبي ذا عصيته بشكل كبير انطلق من شوارع مصر إلى العالم العربي، إنه الكشري المصري. تجده بسهولة في كل الشوارع والميادين ويلقى إقبالا كبيرا من مختلف الجنسيات. أكلة شعبية مصرية، سعرها في المتناول رخيصة بالنسبة بالمقارنة بأي أكلة تانية، يعني أي أكلة تانية. كشري يعني حاجة سبيشال، يعني خاصة، اللي هو مش زي حاجة تانية، يعني الوصفة، الطريقة، المكونات كتير، وبرضه الطعم بيطلع حلو. يعني الأجواء والمكان يعني لها دور في الموضوع. في الكويت نعم موجود، وما قصروا اخواننا الجالية المصرية جابوه في الكويت، بس يظل يعني لا طعم خاص. يعني كتير طيبة، أول مرة باكلها وحرة شوي علي، بس كتير طيبة. مكوناته الأساسية مختلفة، تجمع ما بين المكرونة والأرز والعدس الأسود والبصل المقلي، ويضاف إليهما صلصة الطماطم أي البندورة الحارة والتقلية. يدهش من كثرة الأصناف والتوابل والإضافات. بنبدأ بالرز مثلا، وفوق منه المكرونة، وبعد كده بننزل بالعدس، بعد كده التقلية والحمص. بنهتم ان مثلا يكون شكل الطبق بينزل كويس، طبق مش متبهدل شمال او يمين، والكلام ده كله بيكون شكله كويس للزبون، بحيث ان العين بتاكل قبل البق. شهرته الواسعة هذه جعلته غال وانيق في الاحياء الراقية، بينما طبق شعبي واساسي في الاحياء الفقيرة يلجأ اليه الجوع لسد رمقهم مقابل جنيهات معدودة. يسد جوع الفقير ويشتهيه الغني ولا ينساه الأجنبية، هكذا يقال عن طبق الكشري المصري المتربع على عرش الأطعمة الشعبية المصرية. لبرنامج مراسلون، أحمد عطا، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة. من منا لا يعشق الشوكولاتة صغارا أو كبارا، وهذه الحلوى الرائعة هي نتاج شجرة الكاكاو، ونبتة الكاكاو من أكثر النباتات الغنية بمضادات الأكسدة التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتعزيز صحة القلب، فضلا عن تحسين الحالة النفسية للإنسان. ولكن استخدامها بطريقة خاطئة أو تناولها بكميات كبيرة قد يؤثر علينا سلبا وعلى الصحة. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع من خلال هذا التقرير. كانت تستعمل غالبية الحضارات منذ القدم حبوب نبتة الشوكولاتة على أساس عملة متبادلة بين البشر، إلا أنها بدأت تتطور مع مرور الوقت لتأخذ في وقتنا الحالي حيزاً كبيراً من الأشكال والألوان بنكهات مختلفة، حتى باتت تستعمل للتقديم وكرم الضيافة بين الزوار، وصار تقديمها واجباً في كافة المناسبات الاجتماعية على اختلاف أنواع الزينة والإكسسوارات. الماس كاكاو بيستخرجوا منه زبدة الكاكاو، يعني حبة الكاكاو بيستخرجوا منها زبدة الكاكاو. هيدا السكر هود ثلاثة مع السكر بيعملوا الدارك شوكولات. بتختلف بين، يعني عنا كتير نوعيات دارك شوكولات حسب انت قديه بتقوي النسبة. إذا أضفنا على هاي الثلاث مواد الحليب بيصير عنا ميلك شوكولات. تختلف نوعية وجودة الشوكولاتة بحسب المواد التي يتم إضافتها على الكاكاو، وهو ما يؤثر سلباً على جودتها وفائدتها أحياناً كثيرة. جودة الشوكولاتة بتكون عالية حسب مصدر الكاكاو ومصدر الزبدة. شغلة تانية، إدي أنت بتقلل نسبة السكر إدي بتعلى جودة الشوكولاتة. كل ما لأنه فعلياً السكر كتير رخيص، ف بس تكتر كتير سكر بتوطى نسبة الشوكولاتة وبتوطى جودة. للشوكولاتة السوداء فوائد كثيرة، حيث تساهم في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كما تزيد من معدل الطاقة الإيجابية في الجسم وتضفي شعور السعادة. أول مرحلة هي خلط الشوكولاتة
من بينخلط الشوكولا المواد الأساسية. ثاني مرحلة هي تشكيل الشوكولا الحبوب. ثالث مرحلة هي تبريد الشوكولا بالبراد. رابع مرحلة هي تغليف الشوكولا. ضروري نعرف شو في بقلب الشوكولا، لازم ما يكون فيها زيوت مهدرجة يلي هي هلأ فعلياً هلأ بالوقت الحالي عم تمنع بأوروبا، وعم وفي شركات كبيرة عم تنطال بهذا الموضوع. مش لازم يكون فيها زيوت مهدرجة، وبس لازم يكون فيها المواد الأساسية سكر، حليب، زبدة الكاكاو وماس كاكاو. رغم أن نبتة الكاكاو من أكثر النباتات المفيدة وتأثيرها إيجابي على الصحة، إلا أن استخدامها بالطريقة الخاطئة أو تناولها بكمية كبيرة غير محدودة يومياً قد يؤثر سلباً على الصحة أو يعرض الجسم للسمنة والبدانة. تلفزيون دولة الكويت، مريم حموي، بيروت. ونذهب مشاهدينا إلى الصحراء الغربية المصرية، حيث واحة سيوة الشهيرة التي تتكون من 200 عين طبيعية تتدفق بالمياه وتستخدم في الري والشرب والعلاج. عين كيلوباترا تعتبر أشهرها على الإطلاق، وتستقطب إليها السائحين من كل دول العالم تقريبا للاستمتاع بمنظرها الخلاب. هي أكثر ما يزين تلك الطبيعة الساحرة بشكلها الدائري. تتلألأ مياهها كل صباح لتعكس خيوط الشمس الذهبية الناعمة، وتتميز بين العيون بأنها ذات تدفق قوي ونقاء وصفاء مميزان. وقد وصفها المؤرخ هيرودوت قديماً بعين الشمس، وعرفت حديثاً باسم عين كليوباترا. السويين يقولوا عليها عين جوبا، وده الشورت بتاع جوبيتر او الشمس الاله زيوس. العين دي العمق بتاعها حوالي 7 متر، والسراوند بتاعها كبير، فهي بتروي اكتر من حوالي 400 ل 500 فدان. المياه بتاعتها من انقى المياه الموجوده هنا، عشان كده في ناس بيجوها من كل انحاء العالم عشان ينزلوا المياه دي، لان فيها نسبه كبريت برضو. يعتبر من اشهر المعالم في واحد سيوه، المعالم السياحيه، ويعتبر كل زيار بيقولها كل انحاء العالم. يعني فيها مميزات كتير، هي مياه طبعا عين فرعونيه، وطبعا لها مميزاتها اللي الناس بتيجي بتزورها عشان خاطر حاجات كتيره فيها. يعني اولها نقدر نقول المياه بتاعتها مياه نظيفه ونقيه جدا، وبتتجدد بصفه مستمره. ستظل قلب الصحراء النابضة بالحياة الذي يضخ المياه في شتى أرجائها، حيث تتدفق مياهها من فتحات صغيرة، وتتميز بأنها متجددة بصورة دورية. يبلغ قطرها 40 متراً، كما يتجاوز عمقها 10 أمتار، ومن حولها تحيطها الأشجار وتظللها النخيل الباسقة. كما تعد العين مصدر المياه الرئيسي للكثير من الحدائق والبساتين المجاورة لها. الناس اللي في الحطايا بيحصل ترميم، ماشي، هم كلهم بيساعدوا بعض، وفي نفس الوقت حتى المياه مقسمة، ماشي، أدوار، ونص يوم ويوم، كل واحد ليه دور. المياه طالعة بتغير على طول. وبالنسبة ده مكان سياحي والمياه نظيفة جدا. اكتسبت عين كليوباترا شهرة عالمية كبيرة، وتعد من أغرب العيون في العالم، حيث أنها دافئة شتاء باردة صيفا، فإذا اشتد الحر وسطعت الشمس بقوة تميل مياهها إلى البرودة، وإن غابت الشمس تحولت مياهها للدفء، ولذلك أصبحت ذات شهرة عالمية ومقصد للسائحون والمصريون للسباحة بها.
كليوباترا يعني جميلة، بننزل المية دي شفاء للجسم وللأعصاب وللهدوء وكل حاجة حلوة فيها يعني سيوة دي يعني، ويتمنى إن الواحد يعيش فيها. بس يعني طبعا فين، أنا في أسوان فخر الدنيا. سيظل الجميع يقصدونها من أهل سيوة وكذلك السائحون من شتى بقاع الأرض ليستمتعوا بالسباحة بأشهر عين مياه طبيعية بسيوة، عين الشمس. دينا بدر لبرنامج مراسلون واحد سيوة. محطتنا الأخيرة هي من قطر، محمية طبيعية تقع جنوب قطر وتتمتع بمساحات واسعة مختلفة التضاريس، رملية وصخرية ومتنوعة في غطائها النباتي، مما يميز هذه المحمية ويجعلها من المناطق المفضلة لدى أهل القنص ورحلات البرية، وهي منذ القدم تعتبر من المناطق التي تحتوي على وفرة الصيد وتنوع طرائده. تتمتع محمية الجنوب في قطر بمساحات واسعة مختلفة التضاريس من رمل وصخور، ويتنوع الغطاء النباتي في المحمية ما يجعلها من المناطق المفضلة لدى أهل القنص والرحلات البرية. وفي إطار سعي المحمية للحفاظ على الحياة الفطرية، تقوم بإطلاق طرائد صيد يتم إنتاجها في مزارع قطرية. المحمية هذه تتميز بطرائد كثيرة فيها الحباري وفيها الأرنب والكراوين والإضبة، واليوم إن شاء الله لنا أول يوم دخول لنا في المحمية، وموفر لنا ما شاء الله الدولة موفرة لنا المخيمات كلها مجهزة بجميع التجهيزات اللي يحتاجها أي قناص يبي يدخل المحمية. الدخول إلى هذه المحمية يأتي وفق شروط عدة، كالحجز عبر الموقع الإلكتروني واستخراج تصاريح الدخول والدخول في سيارات تابعة للمحمية وصديقة للبيئة ومزودة بكاميرات مراقبة، وجميع هذه السيارات تخضع لنظام إطفاء المحرك في حال خروجها عن حدود المحمية، ويتم ذلك من خلال غرفة تحكم مركزية، فهي على سبيل المثال تصدر أوامر بتوقف رحلات الصيد داخل المحمية في حالات المطر والغبار الحاجب للرؤية. عندنا الكاميرات، سيارات مزودة بكاميرات تبين لنا أماكن جميع زوار المحمية، وعندنا نظام اللي هو الجي بي اس في حال أي سيارة خرجت من المحمية يتم إيقافها عن طريق الجي بي اس. الطرائد المسموح باصطيادها في هذا المكان هي الحباري والظبي والأرنب والكروان، ووسائل الصيد المصرح بها هي الصقور وكلاب الصيد فقط، ومن يستخدم الأسلحة يمنع منعا دائما من الدخول للمحمية، ويمنع لعدة سنوات من يستخدم أجهزة نداء الطيور أو الشباك وغيرها من الأدوات. هذا المخيم الذي أنشأته الدولة أخضعته لكل معايير الأمن والسلامة، فالنار التي تعد جزءا من تقاليد الرحلات البرية يجب أن توقد في المكان المخصص لها، سواء داخل الخيمة أو خارجها، حيث يحلو الحديث عما جرى في الرحلة أثناء النهار. ففي رحلة القنص دروس متوارثة عبر الأجيال. الحبار مش متوفرة بكثرة، لازم تبحث عنها وتعرف أماكنها. هذه حياتك اليومية، أنت لو اليوم في دوامك في شغلك فيها، لازم تكون عندك صبر، لازم تبحث عن فرص العمل. هذه ترى نتعلمها في الأماكن مثل هذه. رحلات الصيد هذه تجمع الآباء والأبناء منذ ساعات الصبح الأولى حتى أجزاء من ليل شتوي تسوده الإلفة والمودة والدروس والعبر، في هواية قديمة متوارثة عبر الأجيال. في هذه الطبيعة البكر يقضي هواة الصيد من القطريين عدة أيام بعيدا عن ضوضاء المدينة، يحيون من خلالها تراثاً ممتداً ومتوارثاً عبر الآباء والأجداد. لبرنامج مراسلون تلفزيون دولة الكويت،
قصي الناصر، الدوحة. كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من برنامج مراسلون، نأمل أن هذه الحلقة قد نالت على إعجابكم، نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء.